وخلوني أصدقكم القول، هو أنا تقريبا مكشر مبلم من أول الحلقة. ليه؟ لأنه النهاردة انتقل لرحمة ربنا سبحانه وتعالى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية الله يرحمه، اللي الواحد يقدر يقول عليه أستاذ الأساتذة. وأستاذ رجائي عطية ما كانش فقط محامي كبير شهير عظيم نزيه فاضل، بل كان مفكرا بالمعنى الحقيقي للكلمة، وله مؤلفاته، مش بس بقى المؤلفات القانونية، ولكن ليه أيضا مؤلفاته الفكرية وفي التأصيل وفي التاريخ الإسلامي وما إلى ذلك الله يرحمه. النهاردة الأستاذ رجائي الله يرحمه يا رب توفى أثناء المرافعة، توفى وهو في محراب القضاء، توفى في محكمة الجيزة رحمة الله عليه. في حاجة من الحاجات اللي بتخليني أشعر باستياء شديد، إن أنا حاطط نفسي مكان أولاده، وتحديدا صديقي العزيز ابنه عمرو الرجائي، في مسألة تداول صورة الفقيد وهو أو بعد وفاته لما وقع في المحكمة. أولا يمكن أقدر أقول لعمرو رجائي تحديدا البقاء لله سبحانه وتعالى والبقية في حياتك، ربنا يصبركم، ده حاجة. الحاجة التانية هي أنه أنا أعتقد أنه جموع المحامين في مصر الواحد يقدر يقول لهم البقية في حياتكم، فقدتم واحد من جيل الأساتذة الكبار قوي قوي، العلامات القانونية الكبيرة جدا، القامات والقيم المهولة. أستاذ رجائي عطية رحمة الله عليه كان راجل مهول في علمه وفي شخصيته وفي هيبته وفي أدائه. أنا اتشرفت الحقيقة بلقائه 3 مرات على المستوى المهني في البرنامج، والأستاذ رجائي كان رجل عزيز الظهور ولا يحب أن يظهر في الإعلام قدر استطاعته، ما بيحبش يظهر في حتة. ولو انت عايزه اتفضل تعالى المكتب، حتى ولو في مناقشة اهلا وسهلا، تعالى وتنور ونتناقش ونتكلم وحاجات زي كده. وقابلته يمكن 3 أو 4 مرات تانيين، شفت مكتبته اللي تخض الكنز. واتمنى انه عمرو الرجائي والعيله يحافظوا على هذه المكتبه. انا اعلم جيدا انه عمرو يحب القراءه ويحب الثقافه ويحب الكتاب، فاكيد هيتحافظ على كنز الاستاذ رجائي عطيه من مكتبته العظيمه. وانا اتمنى ان احنا كمان نستفيد من مكتبه مؤلفاته بقى. يعني اديك شايف على الشاشه العدد المهول المهيب الحقيقة الذي يصلي خلف جثمان الفقيد رحمة الله عليه. الله يرحمك يا أستاذ رجائي، الله يرحمك، الله يرحمك، ألف رحمة ونور تنزل عليه. خلوني أخد معانا على التليفون أستاذ محمد أحمد نجيب، عضو النقابة العامة لمحامين مصر. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. يعني خليني أقول البقية في حياتك، لأن أنا أعلم حجم الفقيد في قلوب محامين مصر وفي تاريخ النقابة أيضا. البقاء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبشر المصابرين، ربنا يصبر. وفاة الأستاذ رجائي عطية اليوم مش وفاة لكل محامين مصر، ولكن مصر النهاردة خسرت شخصية عظيمة في حجم الأستاذ الجليل الفقيه الأستاذ رجائي عطية نقيب محامين مصر. مش زي ما حضرتك قلت بالظبط المحامي فقط، ولكن الاستاذ رجائي عطيه كان المحامي وكان الاديب وكان العالم الاسلامي الله يرحمه. هو النهارده توفى، كان راح يؤدي واجبه تجاه زمايله المحامين واولاده المحامين. كان في قضيه جنائيه ان تنظرها محكمه الجنايات بخصوص ساده زملاء المحامين، وعلى سبيل الذكر كان منهم زميل أمين العام النقابة الأستاذ محمود الدخلي. وأول ما صعد في الأسانسير في المحكمة فتح باب الأسانسير، نظر للعدد المهيب اللي كان في استقباله يمينا ويسارا، وهذه الرواية كان من تلميذه اللي كان معاه، وإحنا كلنا متواجدين، ولكن كان جنبه على طول الأستاذ إسلام الخولي. سقط مخشي عليه،
نتيجه المصادره جايه عطيه اللي ما كانش حد يعرفه، كان لغايه مكتبه كان بيشتغل في مكتبه لغايه يوم الخميس اللي فات، وكان بيشتغل. انا بالصدفه كنت معدي من قدام المكتب لقيته نازل الساعه 7 المغرب عشان يقف امام زمايله المحامين، رحم الله الفقيد وربنا يرحمنا ويصبرنا ويصبر كل مصر ويصبر كل زمايلنا المحامين مصر. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه. والواحد ما يقدرش يقول غير انه الباقيه في حياتكم يا استاذ محمد، يمكن ليا رجاء اذا صح التعبير وانتم اولى بيه مش انا يعني اللي اقترحه، اعتقد انه تخليد اسم الاستاذ رجاء عطيه اصبح واجبا ملزما على النقابه، يعني بالشكل اللي انتم هتشوفوه ده بالتاكيد، واللي يدي لهذا الفقيد جزء من حقه وجزء من تخليد اسمه وذكراه. اكيد طبعا احنا عندنا موجود عرف تماما، كل نقيب في مصر خاصة الأستاذ رجاء عطية بيخلد اسمه وسيظل بعمله وتاريخه طبعا في المحاماة. احنا خسرنا قيمة كبيرة، صحيح، قيمة كبيرة جدا 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 في كل شيء، في المحاماة، في الأدب، حتى في أخلاقياته وفي تواضعه. ربنا يرحمه ويصبر أسرته ويصبر تلاميذه ويصبرنا احنا كزملائه في المجلس. أكيد. فقدنا الاستاذ رجاء عطيه، فقدنا نقيبنا نقيب المحامين الاستاذ رجاء عطيه، ربنا يرحمه يا رب وربنا يغفر لي يا رب. ربنا الله يرحمه، الله يرحمه. اشكرك جدا يا استاذ محمد، استاذ محمد احمد نجيب عضو النقابه العامه لمحامين مصر، رحم الله الفقيد، اسكنه فسيح جناته، ادعوا له بالرحمه واقروا اللي على روحه الفاتحة الله يرحمه الأستاذ رجاء عطية، وأتمنى عدم تداول الصورة بتاعته بعد وفاته أرجوكم.